بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم بأن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. صدق الله العظيم. المكان اللي ما ينفعش مخلوق يعرف بيه. تمام. لازم يتبني النهارده بأي شكل. تمام. يلا. هو حازم أخوكي فين؟ جاي حالا دلوقتي. مامي. أنا بصراحة كده مش متعودة إنك تخبي عليا حاجة خالص. أنا بقى مش هسألك أنت إزاي عرفتي إن أنا مخبية عليكي حاجة. بس عايزاكي تبقي متأكدة إني مادام خبيت عليكي أنت بالذات يبقى أكيد ده في مصلحتكم. مامي حضرتك ناسي إن أنا كنت سر بابي الله يرحمه؟ الله يرحمه. بس كمان ما تقدريش تنكري إنك اتفاجئتي بحاجات ما كنتيش تعرفيها عنه. حبيبتي في حاجات ما ينفعش الناس تعرفها عننا. صح مامي عندك حق. بس أنا هحتاج مساعدتك في حاجة الفترة اللي جاية. إن شاء الله يا مامي أكيد. ايوه حضرتك طلبتيني؟ عايزاك تجيب لي عز. عز؟ وفي اسرع وقت. ليه يا مامي خير؟ هو عمل حاجه؟ لا لا خالص، انا بس عايزاه وبكلمه بقالي يومين، تليفونه مقفول. ايوه بس انا ما اعرفش مكانه فين. دور عليه، المهم تجيبهولي في اسرع وقت. قلقتيني. لا حبيبي ما تقلقش، انا بس عايزاه، المهم انك تعمل اللي انا قلت لك عليه. انت تأمري. دي كل الأسامي؟ أيوة كلها أسليم. ليه؟ ده أنا ما خليتش ولا خن واحد في البلد إلا واتقصت فيه. ده مش كده وبس، ده أنا كمان زرعت عيون صبياننا وحبايبنا في كل حتة عشان يشمشمونا على أي تاجر صغير بنكلة يكون بيتاجر في السلاح الممنوع. طب حس كده بقى، أنا عايزك في الفترة اللي جاية دي تخلي بالك من حركة بيع السلاح في السوق التحتاني، يعني تبلغني بأي بضاعة جديدة، بأي حد جديد يدخل الكار. اطمن يا سليم بيه. بالسلامة يا مهدي. يعني إيه تبيع نص الكباري؟ أنت اتجننت؟ نوجا مش كل شوية نبدأ نحرق في الموضوع ده، قلتلك محتاج فلوس، وبعدين عندي حاجات كتير أهم. أنا مش معايا في اللي أنت بتقوله. طب سيبك من اللي انا بقوله، هي الاعلانات اللي انت بتتذاع عندك في القناه دي بيدفع فيها فلوس كتير؟ طبعا. طب وايه اللي يخلي المعلنين دول يدفعوا الفلوس دي كلها؟ بيبيعوا ايه؟ ادويه تخسيس، كريمات تطلع الشعر، حبوب مش عارف بتاعت ايه، حاجات زي كده. نصابين يعني؟ واحنا مالنا؟ احنا شغلتنا نعلن لهم اللي هم عاوزينه، هم بقى يتحملوا مسؤوليه اللي بيبيعوا. وبعدين هم مش نصابين على فكره، على الأقل عندهم حاجة بيبيعوها. في ناس تانية بتبيع الهوا وقصاده ست صفار. وبعدين أنت إيه اللي مضايقك يا أخي؟ مش جزء كبير من المكاسب دي هيدخل جيبك؟ يا حبيبتي دي نقرة ودي نقرة. أنا بطمن على الناس. لا اطمن على الناس، الناس زي الفل. طب إيه؟ السامي بتاعك ده قلت عليه مواعيده مظبوط؟ سامي دايما مواعيده مظبوطة. فاضي؟ حتى لو مش فاضي أفضلك يا قلبي. عايز أسألك سؤال. خير؟ العب معايا الأول وأنا أقول لك. نلعب. تختار إيه؟
اختار رودي حبيبتي. اللي قولي يا بابا، هي ليه البنت ما بتقشش في الكوتشينة؟ عشان الولد هو اللي بيقش؟ هو لو اللعبة ما فيهاش غير بنت يبقى بنت. ولو انا عايزه ابقى في الكوتشينه بتاعتك اعمل ايه؟ ما تعمليش حاجه، تقولي وبس. اديني بقول وانا هقول الناس كلها بالبنت هقش كل حاجه. الحمد لله على السلامه. هي رودي، انا بقالي 24 سنه شغال في المجال ده، اشتغلت في اسبانيا وفي ايطاليا وفي قبرص واليونان، اما في مصر بقى فخدتها من شرم لطبا للغردقه. قابلت ملل كتير قوي وتعرفت على كل انواع البشر واعرف دماغهم. عارف يا سمير بيه، انا اعرف الزبون وهو داخل محفظته فيها كام وايه الصنف اللي يجيبه. طب ما تاخذنيش يعني، بس بعد اللف اللي انت لفته ده كله اكيد عملت لك قرشين حلوين، ليه ما خدتش المكان الخاص بيك؟ شوف يا سمير بيه، ربنا سبحانه وتعالى خلق كل انسان يعرف يعمل حاجه واحده بس ويبقى شاطر فيها. انا اعرف ادور، ما اعرفش ابقى صاحب مكان. وده سر الاسم اللي انت عملته يا سيد. ميرسي يا نوجه، كله كان على ايدك يا حبيبتي. انا شايفه ان انتوا هتعملوا شغل حلو قوي مع بعض. انا كسمير متفائل وان شاء الله هنغزو العالم تاني. على فكره يا فنان، انا سمعت اغنيتك وعجبتني قوي. بجد والله؟ طب ايه اكتر حاجه عجبتك فيها؟ انها ما بتقولش اي حاجه خالص. نعم. شوف يا سمير بيه، هو انت لما تكون متضايق ينفع تسمع حاجه تشتت تفكيرك؟ لا. طب ولما تكون مبسوط ومزاجك عالي العالي ينفع تسمع حاجه تسحل فيها دماغك؟ لا. دي اكتر حاجه عجبتني في اغنيتك، انك ممكن تسمعها وانت متضايق وممكن تسمعها وانت مبسوط، وفي الحالتين مش هتطلع باي حاجه خالص. انا شخصيا لما عاوز افضي دماغي بسمعها. انا بقى اتبسط ولا اتضايق؟ انا حلو ولا وحش عجبتك؟ حلو، حلو قوي. انا مسرع قوي في المكان ده الحقيقه. طب الحمد لله. متفائل قوي. يا ده انا كل ما اديك حمص بتبكي ليه؟ ما انا كنت باكله وانا صغير. خد اوعى تقول لامك ان اديتك حاجه، اوعى تقول لها حاجه. ها يخرب بيت عقلك يا فارس، بتعمل ايه في الواد؟ كنت بلعب معاه. خد يا واد دردر في دي. اوعى تكون وكلت الواد حمص، عارفك مخبل وتعملها. اللي بتقوليه دي يا عيشه، اكل عيل صغير حمص ليه؟ ما عنديش جل؟ ده جل انا عايز حمص قلت له انت لسه صغير. عارف انا هطلع ابني صالح ده غير عيال البلد تمن. المهم تبعديه عن العطارين ومرارهم. هيبعد ان شاء الله ويطلع زي عمو صالح. عمو صالح؟ عمو صالح رخى رجله جت في الخيل. الله يرحمك يا صالح. يا اخويا طولت العمر ليه؟ ده انا هشيله في عيني، هخليه بعد خالص، واول ما يفتح عينيه هاخده وهج. هج ايه؟ اتقبلت ولا ايه يا عيشه؟ تهج على فين؟ خايفه عليه قوي من امي يا فارس. خايفه لا تغويه وتدخله في بلاويها. امي لو تطول تخلص عليا هتخلص عليا. انت عارف مفيش حد في الدنيا بيدور عليا ويقول لي يما غيره. واديك شايف العطارين كل واحد فيهم مشي في وادي. انا اموت نفسي لو صالح جراله حاجه، اموت نفسي. هتشر عليك يا عائشه، ما تقوليش كده. والخوف كله جاي من امك. امك لو شافت صالح لوحده هتاكله. بتخوفني ليه يا فارس؟ حرام عليك. ايه؟ انا بهزر معاكي. كله الا صالح يا فارس، كله الا صالح. وماله صالح بس يا عيشه؟ انا ما قلتش حاجه. ما تقلقيش، ما حدش يقدر يدوس له على طرف طول ما انا موجود جنبك. ما تقلقيش يا عيشه. ربنا يستر. سلاح للحراميه والبلطجيه ما فيهوش خير ابدا. انا اخر كلام عندك يا عم ذكري. مع السلامه يا حبيبي. ماشي يا عم ذكري. يلا يا اخوي. جدع محمود، تربيتك يا عم ذكري. الجرايد اهي. ايوه. اي ايه دي؟ العدسه اهي. ايه دي محمود؟
دي لعيبه تنس عالميه. ده يا راجل؟ اه شبه الرجاله. تصدق عشان العاده السليم ما تجيبش الرجاله بس. اه طيب ماشي يا عم زكري. انا هجيب لك القهوه يا عم زكري. يا ريت. الملف ده فيه أسماء كل التجار اللي ساقوا العوق وخرجوا بره طعنة، عايزهم يرجعوا لعقلهم، عايزك تخليهم عبرة للسوق كله عشان كله يتعظ. اعتبره حصل بالإذن. الحاج زكري النجار ده كان صاحب والدك الروح بالروح، كان بيثق فيه جدا، بيستشيره في كل حاجه. بس انا مش فاكره يا عم شحاته. انت مش هتفتكره بس هو يعرفك، ياما شالك وانت صغير، ياما اكلك السندوتشات بايديه. اذا كان كده بقى يبقى سيب لي الطلعه دي، انا هخش كده اشوف لو هيعرفني ولا لا. ماشي يا حازم. مؤلف اغاني ليالي في الليل. المسلسل مساء الخير. سنورو انا جاي لحضرتك مخصوص. عمر طب مش تقول لي اتفضل. طيب اتفضل يا سيد. حضرتك مش فاكرني طبعا. انا ما بفتكرش الا حبايبي وزبايني، وانت مش من الاثنين. أنا حازم العطار. ها؟ حازم زين العطار. لا. حازم زين. هو أنت قوم يا ولد، قوم بسرعة، تعال في حضني. جاري بخطوة سريعة، تعال. أهلاً أهلاً يا حازم يا ابني، أهلاً أهلاً. يا غالي يا ابني يا غالي. أهلاً وسهلاً. حازم زين العطار. يا الأيام بتجري بسرعة كده. أنا كنت مع أبوك أول امبارح لسه بنسميك، تخيل. أهلا أهلا يا رب. إزيك يا حاج زكري يا راجل يا عجوز؟ شحتة شحتة أهو كمان. يا أهلا يا شحتة، تعالى يا شحتة. بس على مالك لحسن قطع غيارك نادرة أنت. أهلا. إزيك يا شحتة، عامل إيه؟ عذر يا أهلا وسهلا. أهلا يا شحتة، ده انتوا مدخلتكم عليا دي. ايه الهله الجميله دي؟ والله رجعتوني لورا 30 سنه. 30 سنه ايه؟ اه انت عايزنا نبيع كبرنا في السن ولا ايه؟ طب بلاش يا سيدي. 29 كويس؟ اهلا وسهلا اهلا. والله انا فرحان بيكم قوي قوي قوي. محمود عمر يا حاج. محمود عشان خاطر يبعت الواد محمد على القهوه يجيب احلى حاجات ساعه اليوم. حاضر يا حاج، منورين يا بهوات. يا اهلا وسهلا. انا مش عارف ليه متوغوش من الجدع اللي اسمه سيف العزازي ده. قلبي مش مستريح له. عندك حق يا اخوي. بس كمان مش معقول هتفضل على طول كده مقضيها تفكر في مشاكلك مع الناس وناسي مشكلتك وما بتحلهاش. لا مش وقت الغاز دلوقتي يا زينب. قصدك تقولي ايه؟ ايه؟ الغاز ايه يا عبد حميد؟ قصدي اقول لك ان انت لازم كده تفكر يبقى لك عزوه، يبقى لك عيلة عبد الحميد العطار، ولا احنا هنقضي عمرنا كله نتكلم على زين وعياله؟ ما كفايانا بقى كفاية. طب نعمل ايه يعني؟ مش فاهم. هتجوزك من البلد. تجوزيني؟ ايوه. امال ايه؟ ايوه بس تجوزيني مين؟ البت ايمان. ايمان؟ ايوه. ايوه بس يعني ايمان دي مش صغيرة عليا شوية يا زين؟ يا سلام، ما انت كمان صغار وزي القمر وطول بعرض عبد حميد به العطار. هي الطول، وبيني وبينك البت دي حيلة ابوها، كل حاجه هتبقى بتاعتها، وعيلتهم تاني اكبر عيله بعد عيلتنا. لو عرفت تطويهم تحت باطك وجناحك يبقى انت ملكت الكفر ده كله تحت باطك. والله كلامك معقول قوي يا زينب، بس يعني انا مش عايز نفضل واقفين كده نتفرج لغايه ما نبقى بره اللعبه. أنا عايز المخازن تبقى تحت عينينا لغاية ما نشوف هنعمل إيه. ما تقلقش عبد حميد، ندرن عليا يا أخوي، لفضل أكبر لحد ما أبقى كبيرة العطارين،
واعمل كدب اللي عمله زين العطار 100 مرة وهتشوف. هو نفس المصنع بتاع زمان يا شحنة؟ هو بعينه. لا في الحياة دي بقى اطمن يا حازم يا ابني، غالي وطاب رخيص من عندي قبل العندي. طب الموضوع ده هيحتاج وقت ولا؟ لا وقت ايه، هو الطعم اللي كان شغال في المصنع ده كله كان من عندنا من الحارة القديمة، وصحيح كلهم مش موجودين دلوقتي، بس المهم الراس الكبيرة بتاعتهم. فاكره يا شحتة؟ معقولة؟ الأسطى طنطاوي؟ هو بعين الأسطى طنطاوي. شوف يا حازم يا ابني، لو الأسطى طنطاوي اعتبر ان الموضوع بتاعك خلص. يبقى على خيرة الله، انا هشوف موضوع الصيانة والترميمات ده واجي اشوف حضرتك بعد كده ممكن نعمل ايه. يا ابني تشرفني في اي وقت، بس انت ايه الترمومات اللي بتعملها بالظبط؟ انا بشوف مكتب هندسي او مكتب مقاولات يمسك لي الشغلانه دي يخلصها يعني. تبقى دي كمان عندي. عندك حد يعمل الشغل ده؟ طبعا شمس، مهندسه شمس بنتي. لا ده احنا لو قعدنا 5 دقايق كمان هنطلع بالطلبيه الاولانيه. اعتبر الموضوع بتاعك يا حاج زكري، نستاذن احنا. وانا مش عاوزكم تعملوا اي هم يا شحت. الو. ايوه يا حازم الحقني. مالك يا ندى في ايه؟ المره دي بالذات يا حسن انا بترجاك انك تقعد وما تمشيش. يا ابني ما انت اكتر واحد عارف. عارف اللي مخليني بلف في بلاد اللي على كعب رجليا. ربنا يوفقك ويجمعك بكل ما ضاع منك. ربنا يريح بالك يا حسن ويجمعك بامك ورحمه. اهلا اهلا يا زومه، عامل ايه يا حبيبي؟ نورت بيت اخوك يا ابو نسب. فين اختي؟ مين فيهم؟ سلمى ولا ياسمين؟ انت عارف انا بتكلم عن مين كويس قوي. فين ندى اختي يا مروان؟ هي ندى طلعت اختك؟ طب مش تقولي عشان نحتفل بالمناسبه السعيده دي. ندى اختي وفي حمايتي وانا جاي اخدها. ندى كلمتك؟ اه كلمتك. مهما ده مكلمتك يبقى عندك حق انك تيجي لحد هنا محمود وفي وقت زي ده وتزعق في بيتي. بس على فكره ده ما يدكش الحق خالص انك تفتكر انك ممكن تيجي تاخد مراتي من بيتي وتمشي. بص يا حازم، انا مقدر ظروفك جدا على فكره، بس انا ما اعرفش ابوك اذا كان علمك الاصول قبل ما يموت ولا لا، ولو ما علمهالكش انا اعلمها لك. سيره ابويا الله يرحمه ما تجيش على لسانك. واللي عندك دي قلت لك تبقى اختي. انت برضه هتقول لاختك. كبرت يا حازم. كبرت وانا فخور بيك جدا، بس هو انت ما تعلمتش حاجه خالص من فارس؟ ندى اختي لو ما جاتش دلوقتي الطار مش هيبقى ما بينك وما بين فارس. هيبقى ما بين عيلة العطارين كلهم. يا ابني انا بخاف. بس انا عشان اصيلها نادي لك اختك. يا ندى! أخوكي جه. يلا يا ندى هتروحي معايا. لا والله هوانا يا عم حازم. هتيجي تاخد مراتي من بيتي وتمشي؟ فين الأصول اللي انت عارفها؟ طب خلينا نتعامل زي ولاد الأصول، اعتبرها زعلانة راجع بيت أهلها يومين وبعدين ابقى تعالى واتكلم معايا. ده بدل ما تقول لها اسمعي كلام جوزك حبيبك. شرفت يا ابو نسب، بس المره الجايه
انا مش هتعامل معك خالص. رجالتي هي اللي هتتعامل معاك، لانك ساعتها هتبقى بتتعدى على حرمه بيتي وجاي تاخد مراتي مني. انا مش همشي من غير ندى. امشي يا حزم، امشي، ما تجيش هنا تاني. ندى انا كويسه، انا ومروان بس اتخانقنا شويه وهنتصلح عادي. ارجوك امشي يا حزم. اسمع كلام اختك. ماشي يا مروان، انا همشي بس هرجع واخدها منك. ورحمه ابوك لا تسلم لي على فارس. هو انت بتكلمي عشان يجي ياخدك مني؟ هو انت فاكره ان في حد هيقدر ياخدك مني؟ انا مش هعمل لك حاجه المره دي عشان تطلعي عقلك، بس انا المره الجايه مش عارف انا ممكن اعمل فيك ايه. انت عارفه كويس قوي انا ممكن اعمل ايه. صح صح نبي يا طنط، كفايه مسلوق ونبي كفايه. يا بنت لازم تتقوتي كويس عشان تترد لك عافيتك واللي في بطنك ده يتغذى. ماشي بس عشان خاطري كفايه النهارده. كفايه. لو ما كنتيش تحافظي على ضناكي وهو في بطنك وتبقي حنين عليه، عمره ما هيبقى حنين عليكي لما يكبر. بس كان ما كنتش عارفه احافظ على يحيى نفسه. تفتكري هعرف احافظ على حاجه تانية مهما كانت غاليه؟ عشان انت خايبه. يحيى على قد ما يبان ان هو ناشف وقوي بس قلبه ابيض، واقل كلمه حلوه ممكن تليني دماغه وتاخدي منه اللي انت عايزاه. المشكله ان انا عارفه كل الكلام ده، بس واضح بقى فعلا ان انا زي ما انت قلتي خايبه. مش بقول لك خايبه؟ ويعني ايه خيبة؟ كمان ما انت لو كنت عرفتيها كنت فهمتي يحيى. كلي كلي. لا 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 خلاص والله ما لا بقول لك ايه، كلي وانا هفهمك. لا لا ما كلي مش هقول لك معناها ايه وافهمك. مش عايزه اقرا في حاجه. هو حضرتك بتحبيني؟ اصل معلش يعني انا شايفاكي مهتمه بيا زي ما اكون بنتك. أنا عارفة إنك ما بتحبنيش. في الأول ما كنتش أعرفك كويس وما كنتش بحبك، بس أنا زي أي أم بتغير على ابنها وببقى عايزة أهبش أي حد ممكن ياخده مني. بس أنتي طيبة وغلبانة ومنكسرة زي حالاتي. أنا آسفة بجد على طريقتي معاكي قبل كده، بس أنا من بعد موت بابا الله يرحمه وأنا كنت خايفة قوي ومتلخبطة، بحاول أبان قوية. ممكن تسامحيني؟ هسامحك، بس قولي لي ياما. ياما؟ طب يعني خليها يا ماما. ماشي خليها يا ماما، ما نحرمش منك. كلي بقى بطلي مرقعة. لا يلا أرجوكي. أنا خلصت شغلي وراجع، مش عايزة أي حاجة؟ آه عدي على السوبر ماركت يا طارق وهات لنا ثروات الأسبوع، وهات فينو علشان كريم. ماشي، حاجة تانية؟ آه وطارق والنبي هات ريموت للتلفزيون، بقالي شهر بتفرج على نفس القناة علشان مش قادرة أقوم أقلب. وتكسلي ليه؟ ما تتحركي شوية، على الأقل يعني تعملي شوية رياضة. ما كفاية الرياضة اللي أنا بعملها طول النهار وأنا بجري ورا ابنك وبلم وراه. ربنا يخليهولنا، إحنا مالناش غيره. خدي بالك لو افتكرتي اي حاجه عايزاها ابعتي لي رساله، انا لو جيت مش هنزل تاني، مفهوم؟ حاضر حاضر والله حفظت يا سياده الضابط. حاضر حاضر حفظت اللايحه وتعلمتها. طيب مع السلامه. مع السلامه حبيبي، تيجي بالسلامه. حازم ازيك؟ الحمد لله يا رودي.
دي أول مرة تكلمني تقريبا. خير في حاجة؟ بص يا رودي، أنا عايزك تطمنيني على ندى لأن أنا قلقان عليها جدا. ليه يعني أنا بالذات اللي أعمل كده؟ بس حاضر. بص يا رودي، أنتي صاحبتها بقالك فترة وما أعتقدش أن مروان حيمانع أن أنتي تكلميها أو أن أنتي تزوريها. هم شكلهم كده متخانقين. حاضر أكلمها وأقول لك. يا ريت لما توصلي لحاجة تعرفيني، بفكر في حاجة كده وعايزك تساعديني فيها. حاضر، تمام. باي باي. سيبيني يا ندى. كفاية بقى يا مروان. هو ايه اللي كفاية؟ كفاية ضرب وشتيمة وقلة قيمة، كفاية عياط. أنا نفسي أبطل عياط يا مروان. ايوه بس أنا بحبك. مفيش حد بيحب حد بيأذيه بالمنظر ده. أنا من ساعة ما دخلت بيتك وأنت ما بتعملش حاجة غير إن أنت بتأذيني. أنا مش فاهم إيه اللي اتغير. كل ده عشان خاطر الكلب اللي اسمه عز، مش هو اللي بيعاكس مراتي. معاكسنيش. هو كل اللي عمله إن هو نزل يعتذر لي على اللي عمله معايا. فأنت بقى أخدته وحبسته في الجراج وبتعذبه، مفيش حد بيعمل كده. أنا ممكن أقتل أي حد يفكر يقرب منك. وأنا مبقتش طايقة أبص في وشك. سيبني يا مروان. لو عندك كرامة طلقني يا مروان. انت مش هينفع تسيبيني. انا مش عارف مش من غيرك. خلاص والله العظيم انا مش عارف مش من غيرك. خلاص 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 انا معاك. خلاص والله العظيم انا كويس. انا كويس. خلاص 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 انا مش عامل كده تاني. اديني فرصة، اديني فرصة تانية. حاضر حاضر. ماشي كده الدنيا دي اقسم بالله يا حبيبي. ابتدي هلول يا يوسف، انت علاقتك ايه بعيلة العطارين؟ عادي انا سمبيه. عادي؟ يا راجل ده انا سمعت انك انت حاولت تنقذ زكريا الله يرحمه من الموت، وانت برضو اللي قلت لهم ان ريهام الذهبي هي اللي قتلت صالح الله يرحمه. كل ده بتقول عليه عادي؟ ساعتها كنت ظابط بشوف شغلي. وبعدين انت بترمي على اسد بيه؟ لا ابدا ولا حاجه. اصل عيلة العطارين دول كتار قوي، مفيش حاجه بتحوق فيهم، ولو بينهم مصانع الحداد وقت اللزوم تلاقيهم سند وظهر البعض. ويختفوا قريب من السوق يا باشا. على ايدي ان شاء الله. بس انت قول امين. امين. يوسف انت مخلص ليه؟ اكيد يا سيدي. تأكد؟ طبعا. يعني لو قلت لك تقتل عشان هتقتل؟ اقتل. بس اقتل مين؟ هتقتل سليم، سليم العطار.